عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله بصحة سلامة في ختامية الفوازير مع شباب فانكون. ختام الفوازير وإن شاء الله ختام مسك. خلينا أول شيء نعرف بالضيوف. أبو سعد اللي فاز مع أبو سعيد. عسى عبد الله انهزمت بس اني تاهلت بال اعطاك البطاقه اخذتها وجيت. نعم عبد الله سعد الصقعبي رايد أمر. للي ما يعرف يا اخوان نعم. عشان كذا ما حركت انا لما نزلت البوست ما حركت. رايد فاز في الحلقه المحذوفه فهو اخذ مكانه باستحقاق. نعم صفقوا لي صفقوا اللي ما اخذ مكانه باستحقاق المكسيكي لكنه مكان صالح اللي مو موجود معانا في الدمام. احلى تحيه لصالح ونحب نعتذر له على اللي صار في التيك توك. دقيقة والله يا اخوان رايد انك يرسلنا في الجروب مقهور فاز وشنق ما كان يسجل الصوت فمكانه باستحقاق. سهل مكان فواز اللي فاز على الثلاثي طبعا عزيز فاز على ابو عبير وبندر فاز على المكسيك. يعني الوحيد اللي مو يعني هذا التيم الوحيد اللي فايزين بس هو فاز صورة. صدق ايوه صورة ورايد لا صح رايد بس انحب طع طع طع. جائزة اليوم 5000 ريال يا شيخ. ولكن طيب شوف ماني مستحق مكاني وباخذها واروح. يا شيخ ايه مرة تفوز والله بتاخذها بسافر عيالك. ايش هذا؟ ايش قاعد تسوي؟ ايش صار؟ 28 يا عيال متخيلين يا عيال 28000 دولار متخيلين؟ في شخص عم بيلار ريال واتوقع انها توصل 30000 لانها الين نهاية رمضان. اليوم احنا كم؟ ما شاء الله ما شاء الله 25 26. راح تكون من نصيب الفائز منكم واحد فقط. واليوم ما في تجمع في رصيدك فلوس، حتجمع نقاط. اعلى واحد حيجمع نقاط في الحلقه هذه الف مبروك عليه الفلوس وغيره. يا رب يا ابو عمر عندي عقده. ابو عمر في صور في النهايه في جمع وخلاص. طيب صور وليست صوره. طيب سؤال لحظه اذا جمعت شباب ايش رايكم الفائز يقسمها مع الثاني؟ ما في تقسيم. لا ما احب الغش. انا هحاول احس طيب انا عندي شيء دروش بسوي املي بشيء بشيء واحد. سعده بيدي هذا سعده بيدي بس خبر سيء لسعده بيدي. اليوم ما في خيارات والله ما جاوب مستحيل. بس الاسئله سهله ان شاء الله. بس قبل ما نبدا يا اخوان نذكر عزيز المتابع اللي حاب يشتري ميرش فالكون هذا او اللي لابس رايد موجود واتوقع مع نزول الحلقه ميرش تقراشي موجود. يا سلام والبوس العافيه. هلا في مقاسات؟ في مقاسات ان شاء الله. والله ما صفق الموضوع. وإذا ما أنت مشترك اشترك. وقت نزول الحلقة خلاص ما حد يزيد الفلوس يا شيخ. اشترك خلاص خلاص يمديك تشترك الحين. طيب يا إخوان الفقرة الأولى حتكون أسئلة كل واحد له هبدة واحدة. إذا ضغطت الجرس حتقول جوابك كان غلط حسوي كونتينيو. أنت مقفل خلاص. أما ممتاز عشان كذا أضغط الجرس لما تكون متأكد. في تحدي الصور عشان إنه أصعب هبدتين هفتحه مرة. طيب سؤال اللي جاوب إجابة ثانية هو بلوك. لازم في إجراء حازم يعني عشان ما حد يزحف. اليوم في جائزة كبيرة ما نبغى لا غش ولا تخريب على أي أحد ولا نبغى تنفيذ شباب هذا أهم شيء بس إيه لما ما عشان ما يصير فيه حساسية بس يعني. حلو ممتاز نخش على الأسئلة بس يلا. سؤال الأول بالجرس ولا أحد يجاوب إلا لما يضغط ويشوف عنده أخضر ما في وقت. ما هو أكثر عنصر كيميائي متواجد في جسم الإنسان؟ الأكسجين. إجابة صحيحة القمر يا اخي واضح السؤال واضح اكسجين. طب اضغط كنت اقول هيدروجين عشان اضغط صح ضغطت كنت بقول عزيز نقطه. شوف النزاله صراحه العزيز لانك عزيز يفتتح السباق. طبعا اي سؤال المتابعين اليوم ما في دوامه صغرى. اي سؤال حيطلع مبروك عليك 20 دولار اوتوماتيك على طول. يا سلام سؤال اللي بعده. 10 سيارات تسابقوا ولا واحده سبقت الثانيه مين فاز؟ عيد السؤال ثاني مره عشان مخي. 10 سيارات في سباق او تسابقوا ولا واحده سبقت الثانيه مين فاز؟ الاول. غلط. استنى كلهم غلط. حلو اثنين برا. طيب عيد السؤال. 10 سيارات تسابقوا ولا واحده سبقت الثانيه مين فاز؟ ما حد فاز. غلط. حلو حلو كل الاجابات هذه كان في راسي. عندي فكره توها حضيفه. اذا كله احمر صار ما حد جاوب صاحب السؤال بدل 20-40. يا سلام اسمع وتعيد بهنت اذا بتريد يعني اذا الكل ما جاوب. حلو 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 حلو. 10 سيارات تسابقوا كلهم ما فازوا ولا واحده سبقت الثانيه مين فاز؟
عشر سيارات موجودين في التريلا حقت السيارات في التريلا اللي فازت. غلط. انا جاي في حلقه من الحلقات كل السيارات واقفه. غلط. خلاص عندك بندر باقي تاخذ اخر مره. عيد السؤال. عشر سيارات سابقوا ولا احدى سبقت الثانيه، مين فاز؟ خلاص يا اخوي لا تطول. او ايه اسمع اعطيك الاجابه كل الثاني. ليش؟ لا انت جاي للثاني بسرعه. لا خلاص ما في بسرعه. انت لا اللي بعدها الراوند اللي بعده. ما في راوند بعده. ما في تروح خلاص. لا 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 تروح لا تكفى لا تكفى لا 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 اذا خلصوا كلهم كذا ابغى طياس. لا تعرف الجو. ما ادري خلاص كيف اهبد 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 على خير. غلط ابو عمر تكفى. لا 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 ولا ايش ولا واحدة انا كلها بس لا صاحب السؤال مبروك يا اخوان. ولا واحدة سبقت الثانية. السيارة الثانية هي اللي فازت. طيب اصدمك بندر يعني الثانية صح؟ يلا يا اخي قبل تقلها ايه بندر جاء فوازينا السنة الماضية والله. ايه ليه ما قلت الثانية؟ ها ايه ورب الكعبة. السؤال حلو اعطاني اندرلين. ايه شغل مخي. يلا السؤال اللي بعده اندرلين. نقطة عند عزيز بس هذا في مومباي. ولا ما حقول. جاهزين؟ كم عدد صناع محتوى فالكونز؟ واحد. رش! إجابة صحيحة! رش! للي واحد. خفت بغيت أقول 11. أنا كان راح أقول 11. رش! 3 مين؟ سعد! للي. 11 صح ناقص 1 13 نسيت. بالله هذا سؤال. هذا سؤال في اسئله سرعه في اسئله سرعه سرعه ذكاء. رجع 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 ذكاء رجعني. بسم الله. يعني ما انت بحق ذكاء حق سرعه بس انا هذا حق سرعه حق. السؤال اللي بعده. في اي سنه نزلت فيفا 13؟ 2012. 2012 اجابه صحيحه. ايوه هذا الدروب عندي. عادي عادي اخو عادي عادي حبيبي قلبي سيك. انتبه فواز واحد. ها السؤال اللي بعده. طبعا يا اخوان الاسئله سهله شويه عشان انتوا سته يعني صعب اعطي خيارات وما ادري ايش ما في وقت. يسعد الهبيدي يشتغل بعد يا ابن عم. ايش المقطع الاعلى مشاهدات في قناه فال المخيم الفقير والغني؟ غلط. ما كمل السؤال يعني. قشطة. غلط. قلت انا قلت كمل السؤال ممكن. كمل لي سوي سيت فالكونز في رمضان. لحظه ما في وقت. قلت ما في وقت. خلي جديد. انت غلط. غلط يا اخي. ما في اجابه صح. قال ما في وقت. قال ما في وقت. انا قلت ما في وقت. ما جاوب مرتين. لا كذا واحد حيضغط يحظن. انا اقصد ما في وقت انه انا اقول السؤال ما في وقت معين. على راحتكم بعدين تضغطوا. فواز اثنين. السؤال اللي بعده. كم نسبة الماء في الارض؟ ضغطت محمد يعرفها. يا مرة ضغطت جدي. محمد يعرفها. 82. غلط. 72. غلط. ايش الطاولة دي؟ ايش الطاولة ذي؟ يا اخوان لا تضغط. 73%. كم؟ 73%. غلط. قلت انا 73 صح. اضغط زين. 70. غلط. ايش هذا؟ خلاص بقى ابو جهره. انت انا خلصت. عندك عزيز خلصت. ما عندي رقم. 85. للاسف الشديد. كم كم والله صاحب السؤال الف مبروك. 40 دولار 71%. شت في حد قال 72. يا عيال كانت 73. يا عم ماني والله عمنا ندرس. كان يقولون 73%. قبل الله يلحقنا. شكلها نشفت نشفت. السؤال اللي بعده. ما هو التطبيق الذي حقق اعلى نسبة تنزيل حروف مع عزيز؟ غلط. وات اصبر يعني التطبيق جاهز. اكمل السؤال؟ لا غلط. اكمل. ما هو التطبيق الذي حقق اعلى نسبة تنزيل في عام 2020؟ انت برا. انت برا. تكفى وجاوب. انت برا. ضغط. 2020 هانجر ستيشن. غلط. 2020 صح. ثريدز. غلط. يا عيال باقي اثنين. بندر وارد. كمر عليك. اي غش خلاص الجمهور ما راح يرحمك. 2020 توقعت تطبيق. سؤال سهل يا اخوان. تطبيق و 2020 عزيز. تيك توك. اجابه صحيحه. تذكر بالاكل 20 بعد منطقي. انا ما حملت تيك توك الا 23. هذا تو طلع ثريدز 21 22 قهر. ايه
اثنين اثنين واحد مدري انت صفر. عندي 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 اثنين فواز اثنين عزيز واحد للي يب. سؤال اللي بعد ابعدون يا عيالك فوق ابعدون. ما هو الغاز المستخدم في اطفاء الحريق؟ نيتروجين. غلط. والله حلو انا بارد. اجرب الكربون. ايش الكربون؟ ها كربون سمعت انتربول. غلط. وات ايش في انت نيتروجين. غلط. نيتروجين هذا بيخلي البيت يطير. عبير احكي ها عرفت ايش عليه وتقول الجواب. نيتروجين غلط كلها. لو طلعت هي احسه غلط بس هو اللي في بالي اول. ثاني اكسيد الكربون. تفضل. صح. إجابة صحيحة. صحيح. صحيح. إجابة صحيحة. لا يا أخي ما تعرف وين زود. أنا أكسيد الكربون هذا هو ولا أنت تصير. أنا أكسيد الكربون هذا اللي يطلع من الدخان. والله أنا ما ضغط ما ضغط. بقولها قبل. ما ضغط لأنه ما 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 أنا متوقعها. سؤال اللي بعده. بطاقة يو كارت البلاتينية من إمكان كم الكاش باك؟ 1%. عندي عندي عندي. أنا أنا عندي عندي. عندي انا عندي انا السؤال هذا كان من اجابه واحده غلط. انا حجاوب صح 2%. اوه 2%. انا كنت بقول 1.5. بطاقه يمديك تشتري فيها كل مشترياتك وتعطيك كاش باك 2%. مية المية. تطلع بسرعه دي ولا على طول؟ ها تطلع بسرعه ولا تطلع بسرعه؟ مجانيه. مسوين برضو مسابقه مجانيه ولا لا؟ مجانيه. سلام. ومسوين برضو عليها مسابقه. حمل التطبيق وفي سحب ايفون 15 وايباد والسحب يوم 6 العيد. ياب ياب. واذا دخلت حسابهم تلقوني ممثل معهم بس. احلى تحيه. احلى تحيه لامكان. وصلنا يا اخوان ختام موسم الفوازير الخامس وبفضل الله ثم فضلكم موسم ان شاء الله ناجح ويكونوا استمتعتم فيه استمتاع غير طبيعي. عندي 3 طلبات بسيطه يا اخوان وانا ما اطلب منكم كثير. الطلب الاول الحاله اللي تحت في الوصف ودنا نقفلها سواء خلص رمضان او لا لازم نقفلها يا اخوان عشان اكون مرتاح انه قفلنا هذه الحاله بالفوازير. الثاني وبسيط اذا انت استمتعت بهذه السلسله تنزل تحت الان وتشترك. وثالث طلب يا اخوان اللي هو نضبط الراعي وشكرا للراعي امكان على رعايه هذه الحلقه وصدقوني ما حختار اي احد الا وعنده خدمات حلوه تليق فيكم وهذا الشيء حيفيد القناه وحيفيد الفوازير. في سحب على ايفون 15 وايباد والسحب يوم 6 العيد. كل عليك انك تسجل حساب في تطبيق امكان اللي موجود تحت في الوصف. الرابط اللي تحت في الوصف يا اخوان. ايش هي امكان بشكل جدا بسيط؟ هي اكبر شركه تمويل في السعوديه تمول لك المبلغ اللي تحتاجه بضغطه زر وانت في مكانك من خلال التطبيق سواء موظف في شركه معتمده او غير معتمده ولا يحتاج تحويل راتب او شروط معقده. حاعطيكم 3 خدمات اسطوريه يقدمها امكان. بطاقة يو كارد البلاتينية اللي تكلمنا عنها قبل شوية اللي تعطيك كاش باك 2% على مشترياتك. اشتري اللي بخاطرك وحيجيك 2% كاش باك. طبعا تطبق على الشراء الدولي والمحلي. هذه بطاقة ما يحتاج تشحنها هي موجود فيها لكن لازم تسدد أهم شيء في الوقت. الخدمة الثانية الأسطورية اللي هي تمويل المشتريات وإمكان تقدر تمولك إلى 80,000 ريال وعندهم أكثر من 200 شريك زي مستشفى دلة زي جرير زي إيكيا. تقدر تشوف كل المتاجر في تطبيقهم. والخدمة الثالثة اللي هي التمويل الإضافي إمكان تقدر عندهم تطلع تمويل فوق التمويل. لو عندك تمويل من بنك ثاني إمكان تقدر تعطيك تمويل ثاني زيادة يوصل إلى 1.5 مليون ريال. وعندهم أشياء أسطورية جاية في الطريق. كل عليك إنك تنزل تحت في الوصف وتحمل التطبيق من الرابط اللي تحت. هذا الشيء حيدعم القناة وحيدعم الفوازير ويعطيكم ألف عافية. والآن استمتعوا بختام الفوازير وإن شاء الله يكونوا استمتعتم. أقسم بالله شكرا من القلب إليكم. 3 طلبات بسيطة يا أخوان نذكر فيها. الأولى نقفل الحالة. الثانية اشترك إذا ما أنت مشترك. والثالثة تحمل التطبيق تحت وتشوف خدمات إمكان الأسطورية. والحين انتهت الفقرة الأولى. ما في جرس خلاص. صفر. الفقرة الثانية يا أخوان. الفقرة الثانية تحتاج سبورة وحتكون اللي بالي بالك. يعني وش دي؟ كل شيء لازم نشبك. كيف؟ لازم كلنا نتفق. لا. الخصم اللي قدامك أو اللي قدامك هو خصمك. ابو جهره خصمي تعال خصمي. طيب كيف ما اعرفها؟ اشرح لكم ذحين. كل واحد قدامه حيكون خصمي. اول 2 يطلعوا معاي الحين للي وفواز. تفضلوا. شلون يعني ما اجيب شيء لنفس الاجابه صح؟ اي بس الحين خذ من سبورتك. لازم نفس الاجابه سبورتك. طيب بسم الله. اشرح اللعبه بشكل مبسط. كل واحد حيكون له فرصه يجيب 3 نقاط. اول شيء حاعطيك 3 اسئله هو حيحاول يعطلك. كيف؟ يحاول يفكر انت ايش حتحط. لو حط زيك ما في نقطه. لو حط مو زيك تاخذ نقطه. طيب وهو بعدها اروح احول عليه 3 اسئله في مستوى سهل متوسط صعب.
طيب دقيقة، لو أنت الحين سألت السؤال وجاوب صح وهذا كتب نفس الجواب الصح، هي مو على صح وغلط، هو يحاول يفضل زيه عشان يخرب عليه. أبو عمر أبو عمر يقول لي مثلا سيارة سيكل، أنا أكتب سيكل، إذا كتب سيكل أنا ما أفوز. أوكي. يا عاد ابو هذا بالتسعينات في ثلاث راوندات، هذا يحاول يخرب عليه بعدين العكس. طيب يلا بسم الله، مين بيبدا؟ هو اللي بيخرب على الثاني. هو خلاه انا بخرب عليه. خلاص الاسئله عندك، حاول تشرح عنه. حلو، اول سؤال، سؤال سهل، اعطيني رقم من 1 إلى 6. يا حبيبي انت اعطيني رقم 1 عشان اختار لك سؤال. وانا جست يا حبيبي لا تنسى، اعطيني رقم من 1 إلى 6. السؤال ده قاعد يخرب عنده واحد، اصبر يا عمي، قول لي بصوت عالي. ايش فيك؟ اختار لك سؤال من هنا. فواز ما راح تقدر تقرا عقله. 6 1 2 3 4 5 6 سهل نهائي فوازير. هذا مستوى سهل، مستوى سهل، مستوى سهل. اكتب لون، مو تكتب لون الحين، اختار لون، لون اساسي، تركوازي، اشياء هذه قرمزي ما ابغى. لون اساسي، انت تحاول تفكر ايش يجيب تخرب عليه. هذا المستوى السهل. فكر فواز. حبت شوف هو بيختار هذا اللون للي مالك من الخط. بس بسم يلا الله الرحمن اجاباتكم الرحيم. طلعوها على الكاميرا. لا والله طلع سميت اطلع بس هذه كلمه واحد. طلعوها على الكاميرا على طول. 1 2 3 ايش كاتب؟ برتقال. واحد. كل سؤال بواحد. مستوى متوسط، اعطيني من رقم من 1 ل 6. 2. منتخب فاز بكأس العالم. بس خلاص. 1 2 3. اقسم لانك بيسك يا فواز. ايوه انا قلت يوم الخمني بيروح البيسك. 3 للي. ها قهر. المستوى الصعب اعطيني من 1. طب الصعب هذا اخذ عليه نقاط. 5. لا لا ما اقدر. 5. طيب ابشر. 5. انا نسيت حاجه قهر. طيب ايش؟ شي 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 بس ما كنت حتجيبها. طب 5 بضيفها بعدين. بس معليش انا اسف راحت عليك انت يعني. يعني مو صعب الحمد لله. 5. لا لا مو شيء ثاني. 5. 5 سبحان الله. السؤال هو عادل للي. لا لا هذه صعبه. كل سنه اثنين خليفتي بنتي. حاول تفكر ايش حيختار. حاول تركز. يا اخي صعبه ذي يا اخي. مو جواب، مو تحجر لي. طيب اصبر ركز عليه. فواز قاعد يفكر يا الله اختار بين اخوياي مين. مو كذا ما حد نظر للفريق. فواز 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 ركز. لا فواز. طيب اكتب بعده. اكتب بعده احسن. اكتب بعده احسن. يلا خلاص فهمتك والله فهمتك والله. شوف حركه يدك. اكتب بعده احسن. خلاص كتب. اشوف 1 2 3. ناس انقاذ. لا وسويت حركه اني قاعد اكتب. حسيت الحين ملقاها انقلبت الطاوله. انت بتحاول تخرب عليه. طب انا اخذت نقطه. ايش اخذت؟ باخذ النقاط كلها الحين. اخذ نقطه جت لي صح؟ لا لا بس تخريب. لا ما اخذ شيء. ما اخذ شيء. اخذ هو اخذ نقطتين للي بس خلصت عليه. طيب تعادلت معكم. يلا الاضافه اللي نسيت اقولها في حقت للي، السؤال السهل الكبير انا حكتب معاكم، اذا طابق جوابي اخذ نقطه زياده. اوكي حلو. اجلت 1 ل 6 او غير اللي قال بهار. تغراشي. عرفته. اذا مو صح علي قبضتك تبعد. صح تبعد. هي صدتك ما سكر هناك سابك هناك. ما مرات كثير. انا اصبر بيلعب نفسيتك فواز مالك منه. يا ستة ستة يا ستة. يلا ها 1 2 3. والله اني بقول كمان. والله اني قاعد كمان. والله راح بعيد يا عيال. ايش كاتب؟ كمان بعد. يا نقطة تجي نقطة. لا ليه البيسك؟ بيسك ابعد. كمون فواز ياكله يشرب اذا عوره بطنه يذب فيه كموني. تبغى كلها كموني. تعال والله لقطت يعني السهل. اعطيني المستوى المتوسط من 1 ل 6. 1 يوم في الاسبوع انجابه فبروح خلاص والله صدق. 1 2 3. اوه قريب والله مرة مشاهد. الثلاثاء الاثنين. يلا نقطة واحدة نقطة فواز. يلا ما تعدانا. تعادل. تعادل تعادل تعادل. مستوى صعب. يلا طيب 1 ل 6. 6 هلا. 6 فوازير حروف. فوازير عزيز او هنا. حروف. لا عزيز هنا. هذي منك يا عمر هنا. لا الضمير اشتغل الحين. الضمير اي شيء بيختار بينقهر على الثاني. عد 1 2
ثلاثة. ثلاثة. فواز أربع نقاط وكذا انتهينا من أول دو. فواز جمع أربعة، للي ثلاثة. الآن عزيز والله إيه عشق والله حق الكمون. يلا تقراني ولا أقراك أول؟ أنا ثلاثة صار خذ نقطتين صار ثلاثة. أنا عادي ما تبغى. اللي تبي أنت اللي تبي. ما أنا ما أعرف. بعدك أبو مشواح ما أقول شيء. أنت تبي. حجر رقم قص. يلا. حجر رقم قص. تكفى رايد خرب عليه تكفى رايد. يلا عنده. اللي يفوز يخرب عليه تخرب عليه. طيب. على واحد يا رب رايد. مستوى سهل. تونا أنا اللي فازع لك. أعطيني رقم. إيه صح والله أبشر يا شيخ أبشر بالسحب. الآن ستة صح؟ صحيح. ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة راح. اثنين. اثنين خضار. خضار؟ اسم خضار يعني. أوه. عد؟ إيه. واحد. انا اسمع اسمع انا استنوا معليش يا اخوان تدخل اضطراري هذا فاكهه يا لا انا مفوز يا مجنون بطيخ يا الله يا حبيبي اعطيك اسم يكسجيو لا لا بس خضار خضار يلا 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 ايه عرفت 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 بطيخ عدد ثلاثه دقيقه بغير احذف واحد تخيل تطلع لي واحد اثنين ثلاثه يس صحيح عند رايد كيف الحين يعرف حتى يعرف يطلع بعيد قد جرجير انا كتبت ملوخيا رايد اول نقطه الحمد لله هذه النقطه راح اسالها وقت 28 هيا شوف شوف وجهه يضحك ذكر كلمتي انا مستوى الوسط اعطيني من واحد 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 اثنين راحوا ثلاثه طلب موجود في بندر بطاطا ما يعرف الاسماء الطلبات براحته بس اذا حشوف انا طلب صحيح ايش هذا اخر شيء يب ما يبيع كذاب شايف اقول ما حد يبيع هنا في السعوديه هذا يلا 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 عرفت 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 خلاص كتب. طلب صحيح كتب بندر يبتسم كذا نظره ما اعرف اسمه وش الطلب يا راي خلاص يلا اعد ثلاثه واحد اثنين ثلاثه هوبا يلا لا لا بطاط تيرلي بطاط حلزوني هو نفس الشيء اوكي والله ليه علمتني طيب شو علمك انا اقول لك حطه مستوى صعب اعطيني رقم من واحد لستة الا خمسة وستة اثنين انا الفريق الغالي انا الفريق الرخيص اختار واحدة بس صح نقطة واحدة عدد ثلاثة يلا واحد اثنين ثلاثة نقطة واحدة الرائد والحين دور عزيز يلا بسم الله مستوى الصعب الحين انا عايز انا سموني سهل معليش ايش في سعد انت بيطي مستوى السهل من واحد لين ستة واحد رقم واحد نعم رقم واحد فاكهه فاكهه بسم الله الرحمن الرحيم تخسى تجيبها رايدها تخسى 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 اقسم رب العباد ما تجيبها اقسم بايات الله ما تجيبها اعد ثلاثه نعم واحد اثنين ثلاثه وش ذا جريب فروت وش ذا جريب فروت جريب فروت عند عزيز زي البرتكان كبير عزيز وصل أربعة فواز زي ورمي تكفى يا راجل متوسط من واحد إلى ستة بس ما في واحد واثنين ستة ستة شركة كاميرات بس لا تشطحوا ما اسم شركة شركة كاميرات والله مستحيل عدد ثلاثة؟ يلا تخيل جرب واحد اثنين ستة ثلاثة ستة يا رب عزيز نقطة ثانية جوبرو جوبرو شركة؟ ايه ولا نوع كاميرا؟ لا شركة. طبعا شركة مستوى الصعب ايه. مضبوط كم الأرقام؟ تكفى طيحة ما في خمسة وستة واثنين واحد واحد السوبيا البيضاء أم الحمراء؟ تكفى يا شيخ شمر أبشرك ما تفرق أنا أكتب قبله؟ عزيز عنده خمس نقاط أنا أكتب قبله؟ تكفى يا رايد تكفى تقطع رزقي تكفى ما بتغير صح؟ أنت كتبت؟ لا ما أنت مغير ما لك دخل غير ومغير لا تسوي يا مغير مسموح؟ يلا أيوه مسموح شو فيك تكتب كذا؟ ما أدري ما أبغى أشوف ما يمديغي إلا قاعد يغير عشان كذا أسأل أنا ما كتب يا حبيبي يلا يا حبايب أصلا كلها نفس الحروف بالضبط خلصت صح؟ كلها نفس الحروف يلا ستة ستة يا ستة عد واحد اثنين ثلاثة هات لا إيش هذا بغيت أكتب ذا والله بنفس حبيبي ستة نقاط عزيز يا رايد ولا واحدة يا رايد والله ما عدت أعرف أنا قسيس بندر قسيس يا حبس مادل تعال تعال يا حبيبي بندر خمني أنا خرب علي هو يخرب اول اوكي يلا 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 خلينا نجرب طيب اعطيني المستوى السهل أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة عضو في فالكون في 12 يلا 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 دقيقة عشان لو جاب زيي
ياخذ نقطة الا لو كنا الثلاثة كلنا مع بعض. اه يعني. اوكي صدقني صادق. اقول ان شاء الله. واحد اثنين اقول ان شاء الله ثلاثة. واحد عند بندر وانا كتبت دربحة او معكوسة. دائما معكوسة دائما ما في هذا. امسح بيدك يا مال الشحم يا رجال امسحها عادي. بندر واحد صح. اول نقطة مبروك. ايه اول نقطة يا شباب جبت اول نقطة. انت لسه صفر. مستوى المتوسط أربعة. عضو موجود في سفرة تايلند. أوه. يمكن أبكي ترى لو صارت. يلا أعد. يب. واحد اثنين ثلاثة. لا 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 دوري انا بس المستوى السهل اكثر. ما كتبت السهل مستويات على حسب المستوى. ايش كان سؤالك السهل؟ فاكهه خضروات يعني في حاجه انت ما كتبت. ملوخيه ملوخيه قلنا كتب صح. طيب يلا يلا طيب يلا. اخر شيء مستوى الصعب هذه القليل. لا لا ما في أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. جده الرياض دائما جاهز. واحد اثنين ثلاثة. حذفتها 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 حذفتها. نقطة عند بندر. بندر اثنين ها. يلا الحين انا اخرب عليك. الحين مكسيكي انت اخر واحد فما يحتاج تقول ارقام لانه باقي سؤال من كل شيء. اوكي يلا اجل عطوا خير. السؤال الاول. اوكي. سبحان الله جت عندكم. ايه سبحان الله. براول فريق في الدوري الانجليزي. وات؟ هوبا. حد يستعين بصديق؟ لا مستحيل ما تعرفه. لا لا اعرف اعرف. واحد اثنين ثلاثة. تحية بعيد بعيد روح بعيد. صار عنده هو يا حمار. عندي عنده مكسيكي. مين يخرب الثاني؟ مين قاعد يخرب الثاني؟ أول نقطة مكسيكي. السؤال الثاني. تطبيق في السوشيال ميديا مو توصيل ومدري ايش المتعارف عليها هي سناب شات يوتيوب. التواصل يعني تطبيق للتواصل. طيب طيب السوشيال ميديا ما له دخل توصيل يا أبو عمر. أنت رجل متعلم يعني شو الكلام؟ تطبيق يعني في النهاية وش بقول لك؟ واحد اثنين ثلاثة. ما ادري ايش هذا. تليجرام. اوكي تيلي تيلي عشان مكتبها كل يوتيوبر اسمه يوتيوبر. هذا مو تواصل اجتماعي. اجل ايش الا يوتيوب. لا هو يعني تكستنج وذا. لا لا اوكي حسبت حق الرسائل. سؤال لازم اخرب عليه وحده. كاتسو اندومي. يو هذا اللي خيارين انا اموت. يلا 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 بسرعه بسرعه بسرعه. عزيز متصدر بس حسد بس للي بس حسد كل شويه تعلمهم خلاص. لا دقيقه للي سيقانك بس. يلا يلا ها واحد اثنين ثلاثه. والله انا داري انه بيجيني والله. كلكم معلقين على نقطتين يعطيكم العافيه. معك خذ السبوره خذ السبوره. يلا هي جبته. اي قهر روح روح يعني انا انا نقطتين ومحمد نقطتين. هذه باسمي صدقوني عيال واثق من نفسي انا. وش جايه وش جاوب الفعالية الجاية جرس سبورة ولا بدون سبورة. الفعالية القادمة يلا اللي بالي بالك نفسها نفسها معايا مع عمر. كلكم في مكانكم. أقول سؤال أي واحد حيطابق معايا خسران. أوه. طيب وكل شوي فئة اللي ما حيطابق لا هي ثلاث أسئلة وسهل وسط صعب بس إيه يعني كل واحد ثلاث أسئلة سؤال واحد من كل واحد. انا حسأل سؤال كلكم حتكتب. ليه مو اللي طابق معك نقطة؟ اللي طابق معك خليل اللي ياخذ نقط. كيف يعني؟ انت تكتب انا كذا اشطح فيكم كل واحد يجيب صفر كل شوي. صادق صادق قاعد تشتغل. الله يعرفك ايش يعني يعرفك ايش الله عليك. صادق ما شاء الله. اي واحد حيطابق معايا اصيده اوت. السؤال الاول ولا تشطحوا مرة في ما شيء ما حد يعرفه لازم كلنا نعرفه. مستوى سهل. شخصية كرتونية من كرتونات زمان المدبلجة العربية. ممتاز. هذا مين؟ إيه بكتب إجابتي وبكتب إجابتك. أوه. فوق. ذكي. إيه أنا ذكي. أنا كتبت إجابتي بس متأكد مليون في المية إنها إجابة معهم. لا 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 لا. هذه إجابة معهم. اشطح. فيلم كرتون اللي أنت. كلكم يقلبوا. قناة ما حد يشوفه. لو جبت إجابتك تعطيني نقطتين. ما في كذا. لا خلاص. في 25,000 ريال يا سيد. يلا يلا. 28. كله يقلب. يلا واحد اثنين ثلاثة. هزيم الرعد. هذا اسم بومبا. شخصية؟ ايش هذا؟ لوز وسكر. لوز وسكر لوز وسكر الدبدوب. نعم هذا إيه نقر الخشب. كلكم نقطة. كونان. يس كنتو والله كان راح اكتب والله جيجي انت بكتب شيء. او ماي جاد انت كتبت منو؟ بومبا. متوسط يلا قناة
عربية عندها أكثر من 10 مليون مشترك. قناة عربية عندها أكثر من 10 مليون مشترك. 3 ولا 4 بندا. أدخلونا نشوف أشياءكم يا عيال. بيكتب. وين مين؟ كتبت أنا خلاص ما هغير فعادي. يلا غيرت أنا. إذا رجعت للفار ولقيته 9 مليون. إيه. بسأل. لا. ما أسأل. عشان لو رجعت لقيته أقل من 10 على طول ما حتزيد. كله كتب. إيه. كله يقلب. يلا. أحس إني جبت. فواز. قبل عمر. طيور الجنة. قناة شفا والله لعبوها صح. قناة شفا سيد عائد مشيع. لحظة لحظة أنا أحس إني قربت له. أنا رحت له والله. شنج بالله يا أبو شايع مسحها فوقي. أنت كم؟ شنج عزيز شنج سبونج نقطة رايد نقطة يس فواز نقطة يس. بندر نقطة يس مكسيكي لا ما في نقطة والله يا والله والله كنت بسأل عن سيد أنا رحت له ما ياخذ نقطة ليش؟ شنجك سونج لا شنجك سونج قصد عادي يبي يقول لي سيد والله كنت بكتب مجرم جيمز يا القهر ايه انا بوستر صعب يا لطيف انا بشارك لا كمل السؤال هذا الا تشارك عندي سؤال حلو بوستر صعب وشو؟ عامر ولا عثمان؟ ولا جازت له يا اخي حبيتها ليه ايه عشانكم كثير ازيد واحد عامر عثمان ومساعد عثمان ومساعد يا طول يا بطري 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 وتحداك تكتبه سيكولوجيا ما راح يكتب الاسم اللي انا كتبته ودي احلف انا فايز غصب يا عيال اول مره احس اني واثق لاني انا اقرا المخ لا اهبد وجهك كتب اكتب بس والله اكتب بسرعه بسرعه يا اخوان يلا خلاص للي قرب خلاص تراك صح تكفى. كله يقلب تكفى احسنت ها مساعد. انا عثمان ما راح اكتب عثمان عامر مساعد اوكي في واحد مننا برا تخيل انا الوحيد كاتب عامر وطلع انا غلط طب اسمع النقاط خلينا نسمع النقاط قول عزيز اول واحد ابغى اشوف الاشياء كلها عشان احط نقاط وما اقول شيء عثمان مستحيل يكتب لانه قال ثاني اسم فهذا ماشي. المدير هذا الاقل هو بالنص ما راح يكتب عثمان فغالبا بيكتب عامر انت برا علم النفس ها عثمان يا وشو كتبته يا والله انت سيكولوجيه كتبته بندر عزيز مكسيكي قلت لك شو ايش معك يا شيخ قلت لك شو النقطه تروح منك ايش كان سؤالك تحطمت ولكن انا توقفت كان اسهل من كذا ايش كان كان شو اسمه لون اندومي النشره يا اخوان واو 9 عزيز ما شاء الله ما شاء الله 4 مكسيكي 3 رايد 6 فواز بعد ابن حاج تبي مني انت 5 بندر 5 للي انت كم 6 كم 4 والله بعدت عن الاسئله راحت علي خلاص انا جي جي خلاص طيب يا اخوان الفقره دي خلاص الفقره اللي بعدها الفقره اللي بعدها تحدي الخمس ثواني حاجي عند كل واحد عنده سؤالين يقدر يجمع نقطتين أعطيك سؤال تجيب لي 3 أشياء في 5 ثواني وحكون دقيق في 5 ثواني أبدأ باليمين ولا اليسار؟ من يمين 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 درب المتابعين يمين درب المتابعين يمين المتابعين أبو عمر تكفى خلي الأسئلة عشوائية اختار رقم ويطلع تقدر أنا مجهز أسئلة أقصد مو على كل واحد يمكن في شيء سهل صعب عند الثاني صح حاول توزن أبدأ فين؟ أنا ببدأ وخلاص أرتاح مضغوط نفسيا أنا بزيادة يلا يلا جاهز أباك تقول 3 أجوبة وتضغط. أقول 3 أجوبة بعد 3 أضغط. إيه. طيب. مكسيكي. حلو. السؤال الأول. 3 ممثلين حائزين على جائزة الأوسكار. ماتي مكاني هي رامي مالك وليناردو. صح؟ يب. أيوه. صح. لا 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 صح. نقطة عند المكسيكي. وش السؤال هذا لو يجيني بوقف. ما أعرف لا تكفى فكر من ذا الليفل. هذه ريستارت. يعني هنا كلام مو إنه جاب بسرعة، الكلام ما أعرف. للي خلك هنا، لا وكل واحد مزل هو خلك ريستارت. عزيز خلك للي أعطي نقطة للمكسيكي وخلك نزيه عشان ما أتوطاك. لو سمحت. أنا غش. لو سمحت. بعط نقطة صغيرة زي المكسيكي. تكفى لو سمحت. أعطيت مكسيكي 1. 3 عواصم غير عربية طيب واشنطن
اسبانيا. خلص الوقت. اسبانيا سريع. سريع. اسبانيا ما عاصمة حتى. مدريد دولة. دولة اسبانيا. والله سريع. حيو 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 ربي صعب. استقوا على سري بيسألني يعني إيش هذا المدري أنا وشو ما أدري. زيارات. رايد. كم كلمة بحرف الدال؟ ريسيت ريسيت ريسيت. يلا يلا جاهز جاهز بجاوب الآن. بس يا حبيبي بس في خمس ثواني اذكر لي يوتيوبر تحت مليون. يوتيوبر تحت مليون. فواز أودن عادل. يس اجابه صحيحه. اضغط اضغط تكفى بعد السؤال. اضغط لازم يضغط. اي انا حاطه بس عشان يعني انه يب خلص. يلا السؤال اللي بعده. ثلاثه يوتيوبرز فوق 5 مليون. بندرتا مجرم جيمز شونك. يس اجابه صحيحه. نايس نايس الحمد لله. يس 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 حلو حلو. حط نقطه تعال. يلا تعال هنا. تكفى اسمع لا توترني. بعد عني بعد عني لا تلمسني بعد غير ركز. ثلاث فرق سلة. ليكرز وورير سلتك. جاهز. السؤال اللي بعده جاهز. اصبر ريزت اللي عندك ستة نقطة لين نقطة. جاهز تصير الثانية اتوقع. ايوه ايوه جي. ايوه ايوه ثلاث اكلات شعبية بدون رز. جريش مرقوق قرصان حنيني. يا عمري جريش ما حنيني. جريش حنيني. حنيني رز. تفضل. ستة. هلا بالثانية. بس احس انك كنا جريين يا اخي. خبت؟ جاهز فواز؟ لا. لازم تكون جاهز. بسم الله. بسم الله. في خمس ثواني. اعطيني باستثناء الرياض ثلاث عواصم عربية. جدة القصيم. عواصم يا حبيبي. انتهى السؤال. انتهى الوقت. بس يا حبيبي. لا تشتت. اذا انت لا تشتت. حاضري. يا اخي لا تعطيني الجغرافيا يا اخي. شيء قريب صنعاء الكويت. الكويت العراق طرابلس. صح طرابلس. صح ما ادري ايش فيك دخلت السعوديه بس استثناء الرياض. انا رحت رجيله. ما تبغى جغرافيا؟ رجيله. سعد الرجيلي. سعد الرجيلي. يلا جاهز. يلا بسم الله. ما تبغى جغرافيا؟ اي لا تعطيني الجغرافيا. السؤال هو ثلاثة مدن ساحلية. ليش النذالة ذي؟ يلا جدة الشرقية. جدة الشرقية. جدة الشرقية جزان. جدة الشرقية جزان. مدن على البحر. ما أعرف يا أخي. مو بجغرافيا هذه. هلا أي شيء فيها مدن وخرع يا أخي. إيه فواز اسمع اسمع. أي شيء على البحر فواز اسمع. ما أعرف يا أخي. قلت عطني أشياء. وش لون الموجود اللي هنا؟ أبيض أخضر أسود. فواز صح. إيه يا أخي. ماله ماله ماله. القرف ذا جغرافيا. أنا الوحيد اللي لاحق عزيز. بإذن الله ما يجيب ولا سؤال يا رب يا حي يا قيوم. والله سهل والله. ايه هذا يجو ابو الجار عنده حروف فلي قالك لازم تعطيه شيء. يلا عز جاوب. لو سمحت بدون تشتيت. لو سمحت. والله والله بطني يوجعني والله. لا ما ابغى اسمع صوت للي رست. خليه يرجع مكانه. رست ولا يرجع مكانه. والله اي صوت لحسب له النقطه. تكفى صوت. جاهز. ثلاثه فرق في الدوري الايطالي باستثناء التوب فور. أودينيزي، فيرونا، فيرنتينا. إجابة صحيحة. شوف ما أعرف ميلان إنتر يوفي. شوف طلع من الصفحة. طلع من الصفحة. الجغرافيا وجدة ومدري إيش وطرابلس. والله كاليفورنيا، نيويورك، لوس أنجلوس، فلوريدا، تكساس. إجابة صحيحة. ترى لوس أنجلوس مو صح. أعطيني نقطة. أيوة أنا عشان كذا سويت زيادة. أعطيني ثلاثة سوبر هيرو في دي سي. ذا فلاش، باتمان، سوبر وومن. صح. إجابة صحيحة. إني ما أعرف سوبر وومن. سوبر وومن. إيش بك ما تبغى؟ أنا لخبطة. والله سلبت. والله سلبت. والله ساحلية. سلبت. شيء صعب. ثلاث لعيبة غادروا باريس. دي ماريا، لفيتزي، مينيز.
احسن يا ابو صالح ليش يلعب جناح احسنت يا بنتي والله انك تفهم علي ايوه 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 نيمار اعطي لنا شراهه والله ما طقطق مين مينيز حق ميلان كان مينيز لعب في مينيز مين عشان اعرفه كان طاقته 82 كنت العبه في تشكيلتي صح ميلان الاول يا بلعب لعب لعب انتهت الفقره هذه يا اخوان ونعطي نشره من تحت لفوق ما شاء الله يا اخوان ما شاء الله مكسيكي بالتعادل مع رايد 5 فواز بندر للي 7 عزيز 11 يا اخي قول ما شاء الله يا اخي انا ما قد فزت في اي مسابقه في حياتي تكفى 7 روح الفقره اللي بعدها 7 جاهزين ننتهي تكفى تحدي الواحد وثلاثين اشكناري السلام عليكم تعال من بينزل من بينزل مين غس 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 تكهري ابو جهره ما في كوره يا اخي اصبر هذه فقره جديده اول مره في اليوتيوب من جد ما عمر سمعت جديده جديده دي 31 يب حلو مشاهد الفوزان ثلاث اسئله مزايده حتزاودوا الين واحد يقول خلاص كلهم الباقي يقول خلاص روح انت حلو الواحد هذا حيروح جابها صح زائد 2 جابها غلط ناقص 2 في مخاطره السؤال الاول اذكر لي اسماء يوتيوبرز عرب كلنا الحين زاودوا قول مثلا انا ابغى اقول حدا من هنا يلا انا 14 13 15 20 ناقص 2 ناقص 2 20 كم ثانية 31 21 21 26 26 هذا عرفته انا اللي ما عنده شيء يخسره يبي يزيد اثنين لا 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 عند كنت تبي يوتيوبر 31 ثانية ايه رايد ايزي فالكم باور يب هذا اللي بمخي انا 26 ايه بقلتش مخك اذا بدا العد ايه الحين اخر شيء 26 احد يبغى يزود كم الرقم 26 26 اقدر روح يا عمي روح روح انا اخذ الجد ايه انا جاهز طيب حبدا الوقت ما حد يتكلم ما حد يتنفس لين يقول انتهى الوقت لحظه كيف تقول اتاكد من الاسماء كيف تتاكد برا عشان ما يكرر الاسماء أيوة. اوكي اوكي انا بسجل نقاط كذا واحد 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 يلا عندك يلا. 31 ثانيه اول ما اقول لك ابدا ابدا يلا. واحد اثنين ثلاثه اربعه اودن عادل ابو عبير بندر عزيز فواز للي مكسيكي طرباخ شنك ابو نوح فيرفل فارس خالد بلو خالد خالد شو اسمه فارس ركان ريان ركان ريان من بعد من بعد من بعد يا رايد من بعد اليوتيوبر راحوا راحوا بيكس بيكس ما اعرفهم اعرف الطرباخ انت الوقت جاب 20 جاب 20 والله كريم 25 25 روح 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ليش ما جبتوا على 26 ما جبتوا يعني يمديك تجيب اسمع انا خايف من قلت هذا يجزو يجيب مخ لا انا خالد خالد 20 يوتيوبر ذكرت كان باقي 26 6 والله مو كثير والله انت وقفت عند 22 ثانيه كان باقي تقريبا 10 اي لو مشيت كان ممكن السؤال اللي بعده عواصم ستة ستة هنا انا اعتذر عن المشاركة انا اعتذر على الاستثمار سبعة انا ما عندي مشكلة اعطي فرصة الرايد عشرة عشرة على اساس يراجع الله يقلع عشرة. عشرة عواصم عند عزيز تكفى مكسيكي مكسيكي عشان ما ياخذ النقطتين 12 الاول لو غلط يصير زيكم على طول ايوه 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 تكفى مش واحد تكفى 12 يا عزيز 12 محمد خذ 13 روح عنه انت زيي انت خمسة تروح اثنين يلا 13 عزيز روح 13 زيد والله اني متوتر الف والله يا جبان 13 ايوه سهلة ترى مرة سهلة روق وجيبها ابدا عربي صوتي على ما حد يتكلم ها يب 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 اي عاصمة صحيحة تنحسب اوكي واحد اثنين ثلاثة الرياض صنعاء أبو ظبي الكويت مسقط القاهرة تونس أنقرة فرنسا قطع أم أنا كم جايب الحين ما عليك ما عليك كم كم تسعة تسعة بروح مين بروح مين سول معلش سيول هونغ كونغ الخرطوم تونس ليبيا و
انت الوقت كم باقي كم باقي دول دول بس دول طوكيو فرنسا كم باقي واحده صح ترى غلط في فرنسا غلط فرنسا غلط اه يب ليبيا طرابلس صح ليبيا لا ليبيا سؤال اللي بعده خضار وفواكه كم تقدر تعدد 20 15 20 مكسيكي 25 25 26 26 يا لطيف سلام عليك ما غنات الذيب ولا يلا يلا 26 خضار وفواكه في 31 ثانية 1 2 3 طماطم جزر خيار بقدونس بروكلي جرجير بقدون لا مو بقدونس كزبرة بطيخ أناناس تفاح ليمون ليمون أسود عنب عنب أحمر كيوي شمام رمان شمندر باذنجان ذرة بطاط انت الوقت 17 18 21 21 حلو 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 فواز 7 بندر 7 وللي 7 عندي احساس ان هذا بيفوز يا رب بيدعس كذا منو منو من جوهر 11 لا يا اخي ما قد فز ولا مسابقه لا تقطع رزقي من السنه ما قد فز ولا مسابقه عشان ما اضيع بس الاخضر الفعاليه الجايه ايوه حروف فوازير شون حسيت حلوة المزر حلو حلو 31 ثانية وحروف فوازير شغال حقيقة منايف عدد شغال حيكون في يا أخوان كم واحدة أعطيك الأسئلة عند الملف ترى استنى ست حروف والحروف هي خلية قدامكم ذحين هتطلع كلمة فوازير كل سؤال هتجاوبوه بالجرس زائد نقطة أنا مخبي في واحدة من الحروف نقطتين طيب وكل واحد كم يجاب له فوازير شيء عندنا حرف الفاء كل واحد يجاب واحده عشان ننبههم عشان ما حد يرمي كلمتين خليها اثنين كل واحد هبدتين اذا ضغط لا والله هبده واحده كل واحد هبده واحده ضغط غلط حسوي كونتينيو مو ريست باقي نفس اول فقره يلا 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 جاهزين جاهزين بسم الله ما هو اسم البرنامج الذي يقدمه ما حد يضغط والله ستيف هارفي فاميلي فيود قهر قهر ابغى واحد يضغط بسرعه عشان يقول فوازير والله هذا الجبال فوازير ابغى واحد يضغط بسرعه يقول فوازير السؤال الثاني بحرف الواو مجموعه من الاشخاص مكلفين بعمل معين وحده غلط كمل بس كمل بس واحد مجموعة من الأشخاص مكلفين بعمل معين ورشة عمل غلط خلنا نشوف إذا فيه ما أدري راح أجرب وزارة هذا الجاب غلط طب شوف حقي فيه والله ترى منطقية يا أخي اللي عندي وزارة يعني وزارة ما تمشي باقي مكسيكي وباقي أنا عزيز. ما ضغط لا لا رايد ورايد ورايد مجموعة من الأشخاص مكلفين بعمل معين حقتك منطقية وحقتك منطقية كلها عاد في شيء ثاني أنت إيش قلت لا 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 تعلم ترى بجورة عنده خطة ما يجاوب والله لا حاربك طول لا 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 والله لا حارب ترى بياخذ لا شيء بالي والله ما نجاوب عشان هو اخر واحد فكر فكر احنا بنفكر والله انك تستسلم واغير السؤال انا اقول غير السؤال تستسلم واغير السؤال الثلاثة اللي مفتوح عند بكين انت تبي تغير لا لا لازم تهبد احط وقت ولا ايش السالفة يعني مجموعة من الاشخاص اذا حمد عزيز اول احنا بنهبد ولا رايد اذا حمد عزيز اول احنا نهبد نعم يب أنا جاهز سؤال ثاني من الحين تهبد إيه يجيبها الحين بيجيبها فوزي وسط وسيط وسطة وسيط والله منطقية والله راح ورني قلبي مجاي الغلط شكرا شكرا والله مجموعة أبيك أنا وراك أنا وراك مش مكلفين بعمل معين إيش واسطة غلط كيف استنى تكفى بطلع سؤال يا شيخ وظيفه ولايه ورق مجموعه من الاشخاص ويكيبيديا لا هذا اللي قلت لو قال لك لا وجهك
مشاهد وكبيد يا عيال. وظيفه ياس راح الاخضر راجع حركاته حركاته. لحظه وش الاجابه؟ بعطيكم السؤال بس دقيقه. الاجابه هي وفد. لا وفد. اوه مسافر يا اخي مدرسي مكلف بعمل معين مجموعه. ما قنعتني. سؤال ثاني. لا لا سؤال ثاني بحرف الواو. ان يعهد الشخص الى غيره بعمل من الاعمال. يا اخي عمي غلط. لحظه عيد بس ما وعد. غلط. عيد وش الكلمه وش عيد خلينا نسمع ان شاء الله. ان يعهد الشخص الى غيره بعمل من الاعمال. يعهد الشخص بغيره يعمل من الاعمال. انت ايش قلت؟ ايش هذا الليفل صعب؟ اجين ان يعهد الشخص الى غيره بعمل من الاعمال. وثوق. ان يعهد الشخص الى غيره بعمل من الاعمال. اعهد انس يعهد لا احد يعطيه امنك يعني اعطيك اياه تعطيني اياه انت؟ بعمل من الاعمال. كيف يعهد يعني يتكفل فيها؟ سعد عبيدي يقول وسيط. يا ابن الحونة ليه؟ انت تعزز انا جيتك قلت لك سوي لي العمل. يا حد سوي لي العمل. اجين اسوي ريست للجميع واعيد صياغه السؤال. يا عهد هو تفويض من يتولى القيام بامر غيره. متاكد حرف الواو؟ وكاله. صح يا قسم بالله انها والله انا ضيع الكلمه وش انا عارف بس مو راضي الحمد لله. اجابه صحيحه من صاحب حروف بنفسه والقهر 12 عند عزيز. اثر كذا احساسكم لو جبته صح. ما هي عاصمه اثيوبيا؟ اديس ابابا. يا اظن جاء في حروف. جاء في حروف برضه. اللي صدمت عيسى. انا كنت قدس ولا حسين. انا كنت بين انقره واديس ابابا. ابغى ينتظر. استاذ انك متابع الحلقه والله. ايوه واللي ما تابع الحلقه وسوى لايك سوي لايك. يستاهل ان شاء الله يخسرون. حرف ايش الحين؟ حرف الزاء. يا ابو سعد انا في حروف كنت افرح لفوزك. رايد انت ابو عبير افرح لفوزكم. والله انه يستاهل ابو الجار. رجال جد والله انه يستاهل. والله يستاهل ابو الجار والله. السؤال اللي بعده بحرف الزاء. هي أداة لثني الحديد الدقيق وقطعه. زرادية. إجابة صحيحة. لا كم غشها مجنون رب البيت. ما والله خبرتي مو مرة. غشها مجنون. غش من مين؟ ما أدري حسيت غشها بس عيد جاوب. صدمتي. بعطيك كورة رب الكعبة. والله جبتها سريعة على طول زرادية. زرادية. جاهزين؟ يلا. بحرف الياء. السؤال يقول هي مقولة اشتهرت لمقدم برنامج فوازير. يا سلام. يا حبيبي. يا عيني. الا يا عيني. عيد السؤال من جديد. لا لا هي مقولة اشتهرت لليوتيوبر المقدم برنامج فوازير. اللي هو انت. شو انت؟ بحرف الياء. دائما اذا جاوب صح فوزيني. يا عيني. في عندي هنا واحده. اجل حتى ذي واحده صح. هي مقوله زي اللي هنا. عيد السؤال ابو عمر. عيد السؤال. هي مقوله اشتهرت. هي مقوله اشتهرت يوسف حناوي يجرح ويداوي. صح. لا يا نكتتين. ايوه المداري. نكتتين. هذه نكتتين من دون اي فائده. اسراف والله. المكسيك اسراف. يس المكسيك نقطتين. ايوه انت كان مفكر فيها. لا والله. السؤال الاخير هو اصدار سنوي للتقويم ويضاف اليه معلومات اخرى كتوقع حاله الطقس واوقات المد والجزر. هو رياح. غلط. وات دقيقه والله سؤال طويل. سؤال يبغى تدرسه. هو اكتبه اقدر اكتبه. هو اصدار سنوي للتقويم ويضاف اليه معلومات اخرى كتوقع حاله الطقس واوقات المد والجزر. هو اصدار سنوي للتقويم. للتقويم. انت كنت متصور انه هذا سهل؟ مو مره صعب. ولو قلته على طول هتقول اوه. اي نعم بس انه هو الكتاب ذا صح؟ هو كل سنه يطلع اللي فيه نقاط الصلاه وبعدين ورا فيه معلومات وحكم وكذا. تقويم. اسمه تقويم. كان له اسم ثاني.
وبعض الشركات تقدم هدايا على شعار. ايوه اصدار سنوي للتقويم. قاعد تخيل معنا عادل. ويضاف اليه معلومات اخرى. تتوقع حاله الطقس. الرزنامه. رزنامه ما انت بعيد لو فزت هذا تتويج لي في فقره بعد تحت في الحال طبعا حلو في فقره التعويض انا مغاوي الفقره الاخيره لا ممكن شيء يطلع عصير خلاص انا وانت رسمي لا انت دبكتني ولا الفقره الاخيره بلا فايد مكسيكي واحد اثنين ثلاثة عنده ثلاثة والله المكسيك قسم لنا اسراف بالنقاط عزيز 13 أو بيننا 10 اوكي المركز الاخير يقدر يعادل المركز الاول اوه ماي جاد السلام عليكم احنا جينا اسباك بس مستحيل يعني بس يمدي يعني ماثيماتيكلي مستحيل رايد اربع نقاط سعودي لا يعني في في شيء بروف كذا لا لا فواز 7 بندر 7 للي 8 الفقرة الأخيرة ايش تبي مني ابو سعد فايز حلقتين حروف انت تحدي الصور ويوجد 10 نقاط اخر اخر فقرة اخر فقرة كيف نجاوب يا كريم تضغط وتجاوب ايه كم انت كم نقاطك اللهم اشرح لي صدري ويسر لي انا حروف صور حروف صدري لو انا بدون ولا غلط افوز يا رب الفقرة الأخيرة يا اخوان تحدي الصور يوجد 11 صورة كل صورة حتكون بنقطتين كل واحد له هبدتين لا تضغط عشان لو ضغط والعيال طولوا ترى اعطي هنتات فانت عندك المخاطره بكيفك تبي تهبد الاولى تخلي الثانيه كل واحد هبدتين هبد الثانيه لو غلط حقفل عليك بس عشان ما الصوره تطلع هنا فكله بلا على حد يغش الشعر اي والله صراحه لا بندر بندر لا تطالع هناك الشاشه بس علمنا قبل عشان ما يمدينا نرتفع هذا وجود يلا عد ثلاثة يلا يلا عد واحد اثنين ثلاثة طش انطش غلط واحد اثنين طس بس طس غلط أنا طاش مطاش يا الله يا الله طاش والله ما طاش مشكله انا قلت ادري مكسيكي كان ثلاثه صار خمسه والله جا 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 كابو واحد اثنين ثلاثه هذا ما اعرفه بالانجليزي يا ليوناردو وده كابري برضو ليوناردو دافنشي صح ايش رايكم ليوناردو دافنشي دافنشي حلوة واو مكسيكو مكسيكو فوازير صح الله جودي وجودي على جودي وجودي زين 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 نقلنا بس والله الصورة اللي اخترنا ولا ما تفوز عشرة كل نيام الجايب بجاوب انا بجاوب عشرة واحد اثنين ثلاثة ايرون مان غلط مو لا ريست عندك هذا على اليسار وشو بس اه انت راح بد مره ثانيه ايه؟ شو اسمه على اليسار يا عيال عربي انجليزي انتات ايوه انتات عربي انجليزي وشو ده يسار ولا لا تعلم لا تعلم عربي انجليزي لا تعلم عربي انجليزي انجليزي عربي انجليزي عربي انجليزي يمين انجليزي يمين الفاك هذه ايش بوتن ايش بوتن بوتن رئيس روسيا اوكي عايش يا اخي اللي على اليسار وش تين ما ادري انا وش الفاكهه حسبت ما واش مني والله قهوه
للي الله يرحمه والتر كيف قلت والتر وايت ايه حلو 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 15 والله ديف كم انا 13 لا 12 12 وهو 15 ناموا يعني تكفى يلا 1 2 3 وش ذا ما اعرف اذا مشترك بتزود 1500 14 ايه للي مو اصفق معك انا ايش فيك صل عليك عزم على العشاء من 1000 حق عزم على العشاء تشارك ما تطبون صوت يذبح وانا اشجع لك واصفقوا اصفق ضدك وريع اعد ثلاثه ايه النبته اسمها مو منت منت 1 2 3 وش ذا وش ذا وش ذا؟ لا ما حبيت كل واحد كم لعب ده؟ كود سامي حبيبي كان بقول ايه؟ خرب حقي يصبر شو اسمه ذا اللاعب حق الاهلي؟ عمر السومة كان بقول انا قاعدك اسمع لو انك بتعطيني لمكة بس بعطي يلا انت بعد الخمسية يلا باقي واحد اثنين ثلاثة باقي ثلاثة ناموا تكفى يا اخوان ريشد لازم اجيب ثنتين يا رب يا رب يا رب يا رب يا كريم واحد اثنين ثلاثة اربع وحدات غلط عندك هبدة ثانية انجليزي هات وان ايه بندر كم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تسعة بندر بندر لو جاب اثنين لا ودع خلاص انت هتلعب وجاوب ان شاء الله لا لازم اجيب اثنتين كلهم لا طب لو جبنا شاد زيد زيد يا اخي والله لا لازم اجيب اثنتين اخذ اثنتين لازم اجيب كلها عندي اقتراح لكن لكم الحقيه تقول تسوي اللي تبغوه انا اقول بينهم تصير والله بالضبط يا بينهم انا طالب شباب ما حد يقدر ما حد يمدي يقدر يلحق مين اقرب واحد عزيز وللي المتسابقين الوحيد اللي يمدي يفوزوا بالجائزه لان ليه لو واحد جاوبها منكم انا هذه خلاص ما حد روح بينكم باقي اثنين داري كذا ادفانتج لو يب ها اذا جاوب هم طبعا افوز يب خلاص بس خلاص اخر اثنين عزيز انت اختار بس ترى تجاوب واحده تفوز ايه عشان وانت لازم تجاوب اثنين عشان ادفانتج بس برضو اسمع ادفانتج برضو للي احنا ما نشارك ايه لا ادفانتج لهذا ايه بس نفس الشيء يعني اللعبه نفسها ماشيه كذا اسهل لي لا اللعبه ماشيه كلها زي ما هي؟ اي زي ما هي، مو فرق ترابط يب زي ما هي يا اخوان، خلاص كله حيطالع عزيز تجيب هذه الف مبروك الجائزة من غير اخر صورة. حيطالع واحد ما تفرق معي اثنين ثلاثة في هنت؟ اعطي هنت؟ اعطي هنت؟ يلا انجليزي اوبنهايمر في جوز طيب ما راح اجاوب محاربه شريفه هي اكيد بس ان شاء الله ابو جوز بينكم بينهم خلاص الاخيره بينهم اسمع هي الحلقه بكل حب وود صح بينهم لا اول واحد كيفهم يتفقوا بعد كيفهم ايوه
انا قلت قبل كلكم لا اسمع اسمع بين البيتين لان لو واحد هنا جاوب والله ما في فايده تعادل لا عزيز يفوز لا تعادل من النقاط عزيز 17 وللي كم للي كم يا شباب خلوها بينهم خلوا بينهم لا لا يعني نقطة واحد عنده جواب جواب عشان ما يخرب والله صح 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 خلوا اللي جواب جواب يا اخي يعني اللي حيجيبها حيحتفل معي انا اقول عيال اتفقوا انه اذا فاز انا بحتفل معي واحد يفوز يلا كان عزيز هو اللي اعطاني اياها ان ما يخليكم تشاركون لانه انت جواب اطلع انا خلاص خلاص لا لا اسمع بجاوب وراح احتفل معي على طول يلا تم كله يغمض السؤال الاخير في هذه الفعاليه يعطيكم العافيه يا اخوان عاد اشكرهم ولا لا بس شكرا شكرا والله شكرا, شكرا يا اخوان ان طعم رمضان فوزير ابو عمر يا اخوان كل سنه معاكم لسه تو جديد في البلد والله العظيم الشغل اللي يسويه ابو عمر صعب جدا جدا يعطيكم العافيه يا اخوان بفضل الله ثم فضلكم وشكرا برضو للشباب كلهم اللي قاعدين يلبوا الدعوات ويجوا الفوازير ويحلوها شكرا والحين نختم ان شاء الله مساك الختم مساك الختم صح لا 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 مساء ختم المساك لا 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 مسك الختام مسك الختام مسك الختام مساك الختام ختام يلا نمنا يلا غمض غمض عد تفرق يعني غمض ولا بتاع والله ما تفرق بالتوفيق واحد اثنين ثلاثة أحمد شو غلط ها أوسكار الله يبارك فيك هات الشيك هات الشيك هات التويتش بطل موسم الفوازير الخامس عزيز اعتبره تتويج لحروف والله الله يسعدكم يا اخوان شكرا 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 لكل شخص قاعد يدعم فالكم ككل شكرا لكم انتم راس المال الله يسعدكم شكرا يا عيال الهلال عزيز الله يا سلام يا سلام هاي ذكريات على طول هذا للبنك ها ست اب يا حبيبي للبنك يا اخوان اكبر دعم لنا كلنا الاشتراك نعم اذا ما انت مشترك اشترك شكرا يا اخوان ونشوفكم ان شاء الله في موسم فوازير قادم باذن الله اذا احيانا وكتب الله وكل عام وانتم بخير صح عيد خلاص ترى عيد كل عام وانتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة وقناة شباب تحت ديسكريبشن نشوفكم ان شاء الله مقاطع انتظروا انتظروا المحتوى اللي بعد العيد نعم